بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، جدد بنا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة اليوم نواصل سلسلتنا الأرنب والصيد. إن شاء الله اليوم راح نتحدث على حلقة جديدة في هذه السلسلة اللي متعلقة بالصيد وبالأرنب. اليوم إن شاء الله حلقتنا راح تكون علاقة الأمراض بالإجهاد الحراري. الإجهاد دائما معنا، علاقة الأمراض بالإجهاد الحراري. طبيعة الحال قلنا الأرنب في الصيف عنده مشكلة إجهاد، وكاين أمراض اللي نعرفوها كم أي إنسان يعرف الأمراض العادية اللي يصاب بها الأرنب في أي وقت، اللي هي الجرب، التهاب العرقوب، مانيش عارف، التهاب الضرع، الخراريش، الزابسي، مش عارف، التهاب الرحم، التواء الرقبة، مشاكل تنفسية بصفة عامة، البكتيري، الإسهالات، مجموعة الأمراض كاملة اللي صاب بها الأرنب. شنو علاقتها بالإجهاد الحراري؟ نتكلموا فيها في زوج دقائق ولا ثلاثة. أولا تشوفوها من الناحية العلمية، شنو علاقة الإجهاد الحراري بالأمراض؟ أي إنسان يمرض، كي تمرض شو يصرى؟ ترتفع لك درجة الحرارة، كاين ولا ما كانش؟ أي إنسان يمرض طلع لك الهواء تطلع لك سخانة، تعودوا مرة كون تجرح تطلع لك سخانة، باصة نتاع الجرح هذيك تسخن. علاه؟ علاه تطلع لك سخانة؟ الجسم نتاعك في حاجة يسموها المناعة. المناعة شنو خدمتها في الجسم؟ الدافع عن الجسم نتاعك. السريان تاع الأجسام المناعية هذه وين راح تكون؟ راح تكون تسريف الدم، توصل من توصل لأي نقطة في الجسم نتاعك. الأوردر من جهة جهة من المخ. أنت كنت تجرح أوتوماتيك من الجرح هذاك عن طريق الأعصاب راح تروح للمخ باللي المكان الفلاني في الجسم راح مصاب. أوتوماتيك مو الجسم يعطي أوردر للمناعة به تروح تعاين المنطقة تاع الإصابة. وش رايح دير المناعة هذيك؟ راح تنتقل عن طريق الدم. أول نشتير ترفع درجة حرارة المكان باه يتميه الماء الدم، وتكون كاينة السرعة تاع تدفق تاع دم اللي توصل للمنطقة رابيد باه تعالج هذيك أوتوماتيك مو. إذا زادت السرعة تاع الدم وتاكتيفات المناعة راح ترفع درجة الحرارة. كي ترفع درجة الحرارة باه تقدر تقاوم المرض ولا البكتيريا ولا الفيروس ولا المشكلة اللي راه واقع في الجسم. معناتها المناعة واش دير؟ ترفع درجة الحرارة باه تقاوم الأمراض. شنو علاقتها بالإجهاد الحراري؟ إذا طلعت درجة حرارة الجسم بسبت المناعة، تاكتيفات المناعة ترفع درجة حرارة الجسم مع حرارة الحرارة العادية البرة مرتفعة، حرارة الجسم أصلا كبيرة وزيد المناعة تزيد ترفعها، ثم المرض. أولا المناعة تشتها ثم ما تقدرش تقاوم بها، ترتفع درجة حرارة كبيرة بزاف. حاجة زوجة الجسم ما يقدرش يقاوم هذا المرض، المرض هذا يدخل ويقتل الأرنب والله يأثر فيه رابيدو. كون تشوف مثلا في الشتاء يدي ماريك مثلا جرب الأرانب، كي دي ماريك جرب نهارات ولا تلقاه شوي في الأصبع، يقعد دي جور تلقاه شوي بدا يطلع، بعد 20 جور تلقاه شوي توش النيف يمشي بالتسلسل، بعد الشهر تلقاه دا شوي يطلع الودنين. كتابة كتعالجو عالجتو 24 يبرى الأرنب. في الصيف ما تفوقش، صابوا اليوم جرب قدوة الجلرنا بقى عجر مش نيفو ويديت كامل يطغى عليه المرض. علاه؟ سخانة طلعت المناعة تشتات، هبطت المناعة مع ارتفاع درجة الحرارة المناعة تشتات اوتوماتيك مو. المناعة مش راح تطلع السخانة باه تقاوم ذاك الامر، خطاش السخانة طلع بزاف اوتوماتيك مو الارنب راح يطكيه ذاك المرض راح يقول صح. زيد نشوفوا حاجة اخرى، نشوفوا مثلا انت في الصيف وفي الشتاء كيف راح تتعامل مع الامراض. المرض في الصيف مهما كان نوع المرض راح تعالجه. انا مريض عندي ارنب، نعطو مثال
عدوا مثلا مانيش عارف انا اصيب مثلا مانيش عارف مرض تنفسي راح ندخله مثلا انتيبيوتيك مضاد حيوي راح نجيب مضاد حيوي فاكسان فاكسيني لارنا بتاعي دي جور تروا جور يا برا هذيك الشتاء الصيف ماكش راح تعالج علاه اذا كان راح تعالج ودرجه حراره تاع الارنب طالعه ما كانش علاج مضاد حيوي وسخانه طالعه تاع الارنب ماكش راح تعالجه ثم مش راح تروح تهبط له سخانه واش معناها لازمك خافض حراره انت عندك طفل مريض طلعت له سخانه واش دير تستنى حتى القدوه تديها للطبيبه ولا راح توفر طبيب في ذيك اللحظه ما تقدرش واش راح دير اول تصرف لك كانسان واش راح دير بيبي اللي عندك طلعت له سخانه تهبط له سخانه حتى يطلع نهار تديها للطبيب كنت تديها للطبيب مهما كان نوع المرض ومهما كان الدواء اللي راه يعطيه لك راه يعطيك هبط لك سخانه هي ولا يعطيك خافض لدرجه الحراره خاطرش ما كانش علاج والحراره طالعه شوف اي اوردونونس نتاع اي مرض انسان طلعت له سخانه واش تلقى فيه دائما تلقى فيه خافض الحراره معه انت تقول له انت يا راني جايك ما يطير عليا الهواء واش علاقه الهواء بالسخانه يقول لك طلعت لك سخانه مادام طلعت لك سخانه نهبط لك السخانه باه نقدر نعالجك باكي نعطيك الدواء يعود افيكاس واش قلنا قبل قلنا الفيتامين ما تهبطش الفيتامين في الماء للارانب في الوقت السخانه باسكو يروح المفعول نتاعو حطيت الماء ودرت فيه فيتامين الماء يسخن راح المفعول تاع الفيتامين ما كانش معناتها هذه هي كاينه سخانه طالعه هبط سخانه قبل من بعد عالج كيف هذا تهبط سخانه طينا ياسر ترقبه تهبط سخانه عندي مرض راح نعالج عندي ارنب عنده جرب طلعت له السخانه واش راح ندير هبط له السخانه هي الاولى ترى انا هبط سخانه نروح لصيدليه بشريه عادي فارماسي نقول له اعطيني مخفف درجه حراره اعطيني حاجه تهبط السخانه خافض درجه الحراره حاجه سهله يعطيك اي نوع تصيب اي نوع كاين انواع كاين اخرين تلقى فيهم بعض الادويه تلقى فيه شغل كما نقول حنايا مسكن الم وخافض خافض لدرجه الحراره تلقاه في تعلي بيبي بالاخص تعلي بيبي تلقاه سير وتلقاه قبره تلقاه حب هدا انواع تلقاه كاتالجين تعرف كاتالجين كاتالجين نعرفوا عليه تهبط سخان استعمل كاتالجين تاع دراري صغار جيب صاشي هبطها في الماء ولا ديرها في كاس خلطها وجرع الارنب تاعك شربها له عقب المهم يشربها هبط له السخانه كي تهبط له السخانه هنا راك صح حسيت الارنب تاعك راه يعاني من السخانه قدما تصرف اي تصرف معليش انا عندي الارنب شفتو شد كوان بدا يترعش بدا ينسف بزاف كذا عرفته بلي راح يدخل لي مرحله اجهاد وراح يموت لي وراه هكذا مش نشد الارنب انا نقطصو نقول له ندير تغطيس حق قلت لي بلا تغطيس تاع الارنب كيف صافي الصوت تقول لك وقاي مش كارنب انه دخل في مرحله اجهاد حراري راح تغطس لي فيه ماهيش ارنب انت جبتو تركزو تحطو لي في الفريجيدير تحطو لي عندك كليماتيزور تحطو نسميه باه يبرد لا لا كما راك زدت كملتو واش تروح دير استعمل له علاج روح للصيدليه البشريه هبط له السخانه نتاعو كي تهبط السخانه بدا خمم في حوايج اخرى ذاك الوقت ذاك الوقت يبدا العلاج يبدا كذا وتبدا له بون تروا وتبدا توفر له واش دير تخفيض درجه الحراره هي النقطه رقم واحد صح درك هدرنا قلنا الامراض هذه ناشطه قاعدين سبتها وين ترتفع درجه الحراره تنشط لك تكون سرعه انتشار المرض ثم مثلا اذا كان عندك جرب في الشتاء باه ينتقل لك من الارنب للارنب يقعد لك شهرين ولا شهر باه يوصل لك الارنب الطرفاني في الصيف راه يصاب لك هذا اليوم قدوه لي في الكون من هيه راح تلقاه مصاب كي ترتفع درجه الحراره وشني علاقتها بالامراض الامراض اغلبيه الامراض تنشط في الصيف مع ارتفاع درجه الحراره مش في الشتاء علاه في الشتاء درجه الجو بارد بارد كاين انواع كبير من الفيروس من البكتيريا ما تنشطش في الوسط البارد تنشط في وسط سخون كل ما تزيد لا تمبيراتور كل ما تنشط انواع بكتيريا وفيروسيه قويه بزاف كل ما تطلع سخانه كل ما تزيد تنشط لك حوايج اخرى وين تنشط تنشط طبيعه الحال بسبت حاشاك مسخ بول قله نقاء كذا لوندرو ماهوش مليح الهواء ماهوش مليح تنشط لك هذه الحوايج تعود ناشطه بزاف وراح تصيب لك الارنب في رمشه من العين معناتها أغلبية الأمراض راح تنشط في الصيف أكثر منها في البيريود الأخرين وفي الصيف راح نفسها أمراض الشتاء مين؟ في الصيف سرعة الانتشار ثم يقضي على الأرنب والأرنب تكون المناعة نتاعو ضعيفة بسبب السخانة راح يموت في الشتاء
كي يتصاب لك الأرنب عندك وقت به تعالجه عندك. والمرض هذا ما كانش انتقال تاع العدوى كبير بزاف، ما يمشيش بزاف، تقدر تتحكم به. مي في بيريود اللي رانا فيها تاع الصيف تنشط بزاف، مثلا السخانه عندك جو راه سخون مثلا 30 ديغري اوتوماتيكمون حاشاك البول اللي راك داير في البوادن ولا دايرو في المجاري وين كاين لي كاج، هذاك البول اوتوماتيكمون كي يسخن واش يدير؟ راح يتبخر. عمليه التبخر واش راح يدير؟ ترفع نسبة الأمونيا في الهواء. كي ترفع نسبة الأمونيا في الهواء راح يستنشقها الأرنب، راح تبدأله الأمراض التنفسية، تبدأله جرب، تبدأله هدى أنواع تاع أمراض تدخله تثبت من الأمونيا طلعت. فشتي الأمونيا مش راح تطلع بزاف، عليه ما كانش سخانة ما كانش تبخر، الماء تلقاه ستابل حتى وكان يطلع. وتبدأ لي مالادي ماهيش كيما الصيف. الصيف عملية تبخير تاع حاجاتكم يسخ والبول والماء، كي تطلع راح تطلع معاه انواع الامراض كاع، راح تطلع الارنب اللي راك مربيه في لاكاش. نظن عطينا بعض الملاحظات، واي استفسار واحد اخر ولا اي سؤال في اي موضوع تقدموا وانا نزيدو نواصلو. مازال ان شاء الله كاين جديد في حلقه قادمه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.